والله اسعار المولدات غاليه، يعني هسه الامبير ب 14000. قبل دفعنا؟ قبل دفعنا نعم. ما كثير كان؟ والله كثيره أشهر، اللي ما عنده قوت يوم بيوم امن يجيب. زين هسه راح تجي ايش تطالبون؟ والله نطالب من الحكومه ان تدعم المولدات، اصحاب المولدات يعني هسه هم حقهم الناس، هم غالي النفط غالي والحكومه ما عاد تدعمهم. فاللي نرجو من قناتكم هاي الموقره الله يحفظكم ان شاء الله توصلون صوتنا بين يدعمون المولدات ويعانون الفقير شويه. هاي العالم هسه والله ما عدا هسه هاي تعال طمش هاي دوره الحمامين الخطيه لا شغله لا عمله. اللي ما عنده هسه عم دبر حاله شلون من كان، زين اللي ما عنده فرد مره اشون شهر شهرين يساعد ابو المولده امن يجيب باقي الايام. فاللي نطالبه من عندكم انتم توصلون صوت المواطن والله يحفظكم ان شاء الله، اريد يدعمون المولدات باقصى حد اللي يطوقون عليه ان شاء الله. والله دنوش على الشهر اشون يطلع التسعيره، ذاك الشهر 14 ربع دفعنا يعني ايجار بيت، يعتبر ايجار بيت هسه هون عندنا بيوت على 50 على 75 يعني ايجار بيت هذا مال المولد، غير يقللونا من الاسعار وسع الكهرب مليح يعني، وعطفوها استراحه من ال 12 للوحده وبالليل عطفوها من الوحده للاثنين الصبح يعني. دور الحكومه المحليه؟ والله ما شيء، اش التسعيره ما مصالح المواطن، كل ما تطلع التسعيره ما مصالح المواطن، ناس فقره، ناس بطاله هسه راح يصير حظر التجوال من اليوم للاحد للاثنين ها الصبح. يعني العالم بطالي ما عنده مال معيشه. اكو عالم قطع المولدات؟ والله اكو ناس يطلعون يحكون بالتلفزيون يقول والله ما عندنا حق مولده. يعني الكلام طلعوه باب يجيد عمال مال يوم بيوم يشتغل يقول والله ما عندنا مال مولده ما عندنا وندفع. والله يا اخي المولد هسه احنا عمال نشتغل من العمال على المولدات، يعني ما عنده شلون، عنده ثلاث عجايه واربع شلون فقراء. يعني الناس تعبت. ايش تطالب؟ طالب بتخفيض الامبيرات وهسه الوطني زين كل زين يجي يعني، بس ماكو يعني اكو عامل ثاني عامل اشتغل منين ينطي المولده منين؟ يعني ماكو شيء يفيد شيء. يعني شغلك ما عسد؟ ما لا والله ما عسد، لا والله يا اخوي ما عسد، يعني هسه انا في عمال ما عندهم وطني ولا كهرب ما عندهم. ما عندهم فلوس، يعني من الشغل من تعبوا على المولده. بس هاي الحياه. دفعته 56 ها وتعرف الامبير على 14 واحنا ما عندنا والله لي نص الشهر يلا على ما اعطينا والله وبدوب عن ناكل. هسه قاعدين في شقه والله مبهدلين بيها، انا بالنسبه لي مرتين وقعت بيها، ندور لنا زين على بيت ما اكو لا بيتاية لا شيء قاعدين ايجار. وتجي هاي المولده كثيره علينا والمواد من هنا ما اعرف يعني تجي من جميع مال الدكاتره مال كل شيء علينا ما تعرف شلون.